السلام عليكم، يوني تركيا درسنا هوش كادنس. ورحب بكم أعزائي المتابعين بدرس جديد من دروس تعلم اللغة التركية. درسنا لليوم حيكون تتمة لدرسنا السابق، واللي كان القواعد في الجملة الاسمية أو الزمن الماضي في الجملة الاسمية. جورلانجيش مي الزمان اسم جملة سندة. بالدرس الماضي مثل ما نتذكر أخذنا الحالة المثبتة والحالة المنفية. بدرسنا اليوم حنتابع إن شاء الله الحالة السؤال المثبت والسؤال المنفي. بنشوف مع بعض ولملو صورة وهو السؤال المثبت. تكون القاعدة على شكل التالي: اسم الاسم أرت م مي مو مو لاحقت السؤال زائد ي وهي حرف حماية أو وقاية. أرت زمانك نحن نتذكر أنه كان في فعل كون، بس هذا الفعل كون صار شو؟ مستتر. وبما أنه لاحقت السؤال عم تنتهي بحرف صوتي، لاحقت السؤال م أو مي أو مو أو مو عم تنتهي بحرف صوتي، فلازم نحط الي لأنه في بالأساس بعد الي أو بعد الي في عندنا حرف فعل كون مستتر مثل ما ذكرنا بدرسنا الماضي. إذا اسم أرت صروئكي مو مي مو مو أرت ي حرف حماية، أرت زمانكي لاحقة الزمن الماضي، أرت شخص أكي. نشوف المثال: بان إي ميدم، بان إي ميدم، هل أنا كنت بخير؟ بان إي ميدم. سان إي الاسم، مي سؤال والي حماية، وبعدين أنا عندي حرف الإي اللي هو فعل كون مستتر، بعدين دي لاحقة شخصية، بعدين الماء أو النهو لاحقت الضمير الشخصي. إذن سان إي مي دن، سان إي مي دن. أو إي مي دي، هل كان بخير؟ بيز إي مي ديك، سيز إي مي دنز، أونلار إي مي دي لار. إذن بان إي مي دم، سان إي مي دن، أو إي مي دي، بيز إي مي ديك، سيز إي مي دينيز، أونلار إي مي ديلار. برجع ذكر مرة تانية، حطينا حرف حماية الي لأنه بالأساس في عندي فعل كون وهو حرف الإي مستتر، ولاحقت السؤال عم تنتهي بحرف صوتي، فلازم أفصل بيناتهم بحرف وقاية وهو الي. مثال أرنك ülkedeki hastalık، hastalık ülkedeki بمعنى المرض الذي في الدولة. bulaşıcı mıydı، bulaşıcı يعني معدي. المرض الذي في الدولة هل هو كان معديا؟ يعني ülkedeki hastalık bulaşıcı mıydı؟ evet hastalık ne yazık ki bulaşıcıydı. evet hastalık ne yazık ki، نعم المرض للأسف، bulaşıcı معدي، bulaşıcıydı كان معديا. لاحظ bulaşıcı، بو لا ش ج ال ا عم ينتهي بحرف صوتي، فهو لازم نحط حرف الحماية الي بعدين لاحقة الماضي bulaşıcıydı. طيب هاي hastalık شكر كي لا، شكرا أو شكر لله، bulaşıcı değildi، لم يكن معديا. بنشوف المثال الثاني: sen geçen yıl، sen geçen yıl İstanbul'da mıydın، sen geçen yıl İstanbul'da mıydın. بمعنى هل كنت في السنة الماضية في إسطنبول، أو في السنة الماضية هل كنت في إسطنبول؟ evet geçen yıl İstanbul'daydın. İstanbul'da انتهت حرف صوتي، حطينا حرف حماية الي لأنه في بالأساس فعل كون مستتر وهو حرف صوتي اي. evet geçen yıl İstanbul'daydım، كنت في إسطنبول. hayır geçen yıl İstanbul'da değildim، لم أكن في إسطنبول. طيب senin baban doktor muydu، هل كان أباك دكتورا؟ evet benim babam doktordu، hayır benim babam doktor değildi. لاحظ doktordu ما حطينا حرف الياء، ليش؟ لأنه انتهى الاسم بحرف غير صوتي. هلا بنشوف مع بعض الحالة الرابعة وهي ألمسو صور والسؤال المنفي. بنشوف طريقة صياغة الزمن أو الصياغة لهذا الحالة: اسم الاسم زائد ديل أداة النفي أو اسم النفي، أرت مي م مي مو مو لاحقت السؤال، زائد ي حرف الوقاية لأنه في مثل ما حكينا في فعل كون مستتر، زائد زمانك لاحقت الزمان، زائد شخص اكي. مثال: بان başarılı değil miydim، بان başarılı değil miydim، بمعنى ألم أكن ناجحا في الزمن الماضي. سان başarılı değil miydin، او başarılı değil miydi، biz başarılı değil miydik، siz başarılı değil miydiniz، onlar başarılı değil miydiler. Müşuf emsileyden örnek misal: sen dün akşam evde değil miydin،
Sen dün akşam evde değil miydin? Bimana elem tekun elbariha fil beyt. Dün akşam evde değil miydin? Evet, ben dün akşam evde değildim. بلاحظ هون هذا السؤال منفي بيكون الجواب تبعه عكسي يعني لما بقول لما بسألني شخص سان دون أكشام إف دي ديل ميدم يعني ما كنت بارحة بالبيت إذا قلت له إيفت يعني ما كنت بالبيت إيفت بان دون أكشام إف دي ديل دم نعم أنا البارحة لم أكن في البيت لهو سألني شو سألني اللي أنت بارحة ما كنت بالبيت إيفت أنا ما كنت بالبيت أو هاير بان دون أكشام إف دي دم لا أنا البارحة كنت في البيت فهذا السؤال عكسي ولو بصوص صورة بيكون جوابه عكسي لما بقول إيمت معناتها عم أكد السؤال نعم لم أكن في البيت لما بقول هاير لا أنا كنت في البيت هلا في ملاحظة عم يقول لي بكره من هذه القاعدة فورم وصيغة هذه القاعدة بعزن أمين أول ماما أنلطمك تشين يعني حتى أكون متأكد من شغلة كولنر يعني مثال ألي هاستا ديل ميدي نيتشين شمدي أقول دا يعني علي ما كان مريض ليش هلا بالمدرسة لاحظ أن حتى عم اسأل علي هاستا ديل ميدي يعني ما كان علي مريض يعني علي ما كان مريض ليش هو بالمدرسة لحتى أتأكد أمين قول ماما أن لطمكش حتى أتأكد من شغلة أنا عم اسأل بصيغة السؤال المنفي إذا صيغة السؤال المنفي أحيانا بسأل فيه لحتى أتأكد من معلومة يعني علي هاستا ديل ميدي نيتشين شمدي أقول دا أنا شفت علي بالمدرسة قلت له ليش علي هلأ بالمدرسة ما كان مريض لحتى عم أتأكد أنا شو عم اسأل هذا السؤال لحتى أكون متأكد إنه هو ما كان مريض ليش كان هلأ بالمدرسة هلأ في عندي قالب ديلمي ديلمي هو هذا القالب يستخدم بمعنى أليس كذلك ديلمي عم يقول لي بعضهم بدرمو أحيانا هذه الحالة بشنجي أونيلات ماكيتشين حتى أنا أؤكد أو أصادق أو أوافق على الفكرة كولر يعني مثال سان بزملة جاليورسون أنت جاي معنا ديلمي لاحظ لحتى أكد على المعلومة أنا قلت له شو ديلمي أليس كذلك إذا قالب ديلمي يستخدم التأكيد على المعلومة سان بزملة جاليورسون أنت تأتي معنا ديلمي أبت بان سيزملة جاليورم نعم أنا جاي معكم إذا قالب ديلمي بمعنى أليس كذلك يستخدم لتأكيد أو لتوفيق أو موافقة على المعلومة مثال آخر عندي مجموعة من الأمثلة أرنك جتشن هافتا توك يورغون فراغ بو يوزدان تمزلك يابمدم هلا لما قال لي geçen hafta معناتها الزمن شو ماضي geçen hafta çok yorgun bu yüzden لهذا السبب temizlik yapmadım انا ما نظفت البيت طيب شو ممكن يكون الفراغ طالما geçen hafta ماضي يورغون اسم فحيكون جمله اسميه بالزمان الماضي حيكون الجواب evet نفكر فيها مع بعض geçen hafta çok yorgun dum من وين عرفت انه دوم انا لانه بنهايه الجمله قلت شو بو يوزدان تمزلك يابمدم فالفاعل مين الفاعل هو انا اذا geçen hafta çok yorgundum bu yüzden temizlik yapmadım. İkinci örnek misal tani siz geçen hafta sonu siz geçen hafta sonu hasta مريض neden hastaneye gittiniz? انا شفت شخص الاسبوع الماضي او بنهايه الاسبوع الماضي راح على المشفى بدي اقول له انه هل كنت مريضا الاسبوع الماضي او في نهايه الاسبوع الماضي سيز geçen hafta sonu hasta evet نفكر في بعض سؤال مثبت هاستا ميدنز سيز geçen hafta هاستا ميدنز neden hastaneye gittiniz ليش رحتوا على المشفى طيب المثال الثالث sen dün çok üzgün bir şey mi oldu انت البارحة كنت حزينا sen dün çok üzgün evet dün sen dün çok üzgündün أنت البارحة كنت حزينا جدا bir şey mi oldu yani صار şey أو صاير şey إذن sen dün çok üzgündün bir şey mi oldu بعيد الجملة ثلاثة geçen hafta çok yorgundun bu yüzden temizlik yapmadım siz geçen hafta sonu hasta mıydınız neden hastaneye gittiniz 3 sen dün çok üzgündün bir şey mi oldu بنشوف المثال الرابع Mehmet geçen hafta çok mutsuz çünkü sınavı kötü geçti. Ahmet الاسبوع الماضي mutsuz تعيس. كان تعيس او حزين mutsuzdu. ليش؟ çünkü sınavı kötü geçti. لانه امتحانه عبر بشكل سيء. اذا geçen hafta çok mutsuzdu. هون لاحظ ما حطينا حرف حمايه ليش؟ لانه انتهى الاسم بحرف غير صوتي. نشوف المثال الرابع. Denize girmedik
لم ندخل إلى البحر بمعنى لم نسبح. چونكو دينيز çok soğuk. لم ندخل ماضي لأن البحر كان باردا. çok soğuktu. بلاحظ أنه استخدمت تو هون. ليش؟ لأنه الكي من أحرف فاستخرج الشهاب، وإذا جاء وراء حرف د تقلب إلى ت مثل ما بنعرف. إذا دينيز girmedik çünkü deniz çok soğuktu kana baridan. شوف رقم 6. neden bu kadar erken kalktın؟ ليش فقت بكير لهالدرجة؟ أو ليش فقت بكير؟ sen yorgun değil miydin؟ لاحظ هون أنا قلت للشخص ليش فايا بكير؟ أنت ما كنت تعبان؟ فهذا سؤال منفي. sen yorgun değil miydin؟ neden bu kadar erken kalktın؟ ليش فقت بكير لهذا القدر؟ sen yorgun değil miydin؟ ألم تكن متعبان؟ طيب بعيد 4 و 5 و 6. Mehmet geçen hafta çok mutsuzdu çünkü sınavı kötü geçti. Denize girmedik çünkü deniz çok soğuktu. Neden bu kadar erken kalktın? Sen yorgun değil miydin? Hala, عنا شيء اسمه ödevimiz, vazifetna. Vazifetna hatkun عبارة عن 3 أسئلة. السؤال الأول عم يقول لي aşağıdaki kelimelerle جمللر كورلم لنؤسس جمل من الكلمات التي في الأسفل. عندي رقم واحد، عندي رقم اثنين، بدي أعمل منهم شو؟ جمل. هلأ عندي سؤال ثاني بالوظيفة أشادكي بوشلوك لر أويون بيتشيمده دولدرلمي من الفراغات باللاحقة المناسبة. نقرأ المثال ونشوف اللاحقة نحطها فيها. عندي رقم ثلاثة اتشنجو سورو حيكون أيضا أشادكي جملة لرقلن يشمي الزمان إكيلة تمام لينم نتمم الجمل بلاحقة الزمان الماضي. إذن عندي وظيفة هي 3 أسئلة، هي الوظيفة بنساويها مثل العادة، بنحلها وتبعتوا لي إياها بالتعليقات. هيك بيكون أعزائي الطلاب بيكون انتهى درسنا لليوم. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك. ولتعم الفائدة على الجميع يرجى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. كان ديني زي بكن، görüşmek üzere.